إسرائيل تشن أولى غارات هذا العام على مواقع حزب الله في سوريا وتستهدف مستودعات سلاح. مستشار الرئيس الإماراتي يقول إن استفزاز بلاده غير مجد وسيتم التعامل مع التهديدات الإرهابية. ضبط أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان وأعلام حزب الله يعترف باختراقه. رئيس البرلمان العراقي يطوي صفحة التدخلات بتشكيل الحكومة وخامنئي يعتبر تجاهل الإطار التنسيقي تهديداً لأمن إيران. وخبير أمريكي يقول إن أعراض أوميكرون المعتدلة لا تعني تجاهل تلقي التطعيم. أهلا بكم مشاهدينا في ساعتين إخباريتين من استوديو الحدث لليوم. نبدأ من التطورات المتعلقة بسوريا، حيث ذكرت وسائل أعلام تابعة للنظام السوري أن الدفاعات الجوية اعترضت عدة صواريخ إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة دمشق. ونقلت وسائل الأعلام التابعة للنظام عن مصدر عسكري قوله إن الاعتراض أسفر عن بعض الأضرار المادية. هذه الضربة إن صحت فستكون الأولى لإسرائيل منذ مطلع العام، في الوقت الذي تركز فيه تل أبيب على منع إيران وحزب الله من إنشاء جبهة قتال نشطة جنوب سوريا على غرار جنوب لبنان. مراسل الحدث كان نقل عن مصادر عسكرية أن الغارات وشيك على أهداف إيرانية في سوريا بعد إدخال طهران مؤخرا شحنات أسلحة كبيرة. هذا وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مواقع تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في شمال شرقي دمشق تعرضت إلى قصف إسرائيلي، موضحا أن دوية 5 انفجارات على الأقل سمعت في مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون. المرصد أكد أن الانفجارات تسببت باندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لميليشيا حزب الله، مشيرا إلى أن ثمة معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية. والجدير بالذكر أن جبال القلمون بها عدد كبير من المقار العسكرية ومستودعات الأسلحة التابعة لميليشيا حزب الله وميليشيات إيرانية أخرى. للحديث عن هذه التطورات من بيروت ينضم إلينا العميد خليل الحلو، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. حضرة العميد أهلا ومرحبا بك معنا في استوديو الحدث لليوم. يعني إذا كانت صحت هذه المعلومات التي ننقلها طبعا عن إعلام النظام السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان، هي الضربة الأولى هذا العام لإسرائيل التي تستهدف بها مقار ومعسكرات لميليشيا حزب الله، باعتقادك ما التفسير أنها الضربة الأولى يعني وانقطعت الفترة الماضية، وأيضا يعني تفاصيل استراتيجية الإسرائيلية اليوم ضد حزب الله؟ نعم، هذه الضربة أولا لن تأتي بعد انقطاع، هذا وفقا لما حصل خلال الأعوام الستة الماضية. الأمر لا يتعلق بالشهر الأخير من السنة الماضية أو من شهرين أو ثلاثة، إنما منذ سنوات، منذ الرئيس الأركان، ولكنها تواترت في الفترة الماضية أسبوعيا تقريبا يعني. نعم هذا من الناحية التقنية ومن الناحية التكتية يتوقف على الأهداف التي يتبين أنها موجودة بالنسبة للإسرائيليين، وإذا لم يكن هناك أهداف للقصف فلا مجال للقيام بمهمات. إذن هذه ما يسميها الإسرائيليون campaign between wars CBW، أي حملة حروب صغيرة أو ضربات صغيرة بين حربين، وهذه هدفها بالنسبة لإسرائيل منع قيام كما قلتم جهازية عسكرية يمكنها أن تطال إسرائيل. ولكن ما التطورات في المرحلة الأخيرة؟ أولا هناك معلومات تفيد بأن إيران زودت حزب الله بمسيرات، بطائرات مسيرة، وهذه الطائرات لا أظن أنها في لبنان في المرحلة الحاضرة.
يمكن أن تكون بالداخل الأراضي السورية وربما في الأمكنة التي تستهدف. وبالتالي هذا هو الأمر الذي يقلق إسرائيل أكثر من أي أمر آخر، وهو أمر المسيرات، لأن المسيرات الإيرانية برهنت في اليمن وبرهنت من خلال استهدافها للمملكة العربية السعودية وللإمارات العربية المتحدة بأنها دقيقة وبأنها يمكن أن تطال أهداف على بعد مئات الكيلومترات. هذا أولا، وبالتالي يمكن لإسرائيل أن تكون تستهدف هذا الأمر. الأمر الثاني والأكثر أهمية هو أن هناك معلومات أيضا صحفية تفيد أن حزب الله يقوم بإنشاء جهازية مخابراتية أمنية على الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية مع سوريا لتأمين وصول شحنات أسلحة إلى لبنان بعيدا عن أعين الجواسيس الإسرائيليين وبعيدا عن أعين الطائرات أو أجهزة المراقبة الإسرائيلية. وقد فصلت بعض وسائل الإعلام هذا الأمر وقالت أن الجيش السوري أخلى هذه المناطق لحزب الله تماما، وحتى أن سكان هذه المناطق الأصليين لم يعودوا إليها بعد. هل ينجحون بذلك على ضوء يعني استمرار أو عودة الضربات الإسرائيلية لاستهداف هذه الشحنات؟ نعم، يعني يمكن أن تكون إسرائيل قد تنبهت لهذا الأمر، بما أن المعلومات هي في الصحافة، ليس عندي أي مصدر آخر وليس عندي تأكيد من مصدر صحافي آخر، ولكن عندما يكون الأمر كذلك حزب الله يطور تقنياته ويطور تكتياته وتجهيزاته الجديدة الآتية من إيران، مما سيؤدي حتما إلى ضربات إسرائيلية لا تنتهي. وروسيا في هذا الأمر، طيب هل هذا يفسر، هل ما ذكرته حضرة العميد يفسر تحديدا عمليات الاستهداف لمناطق في ريف دمشق لقطيفة منها، رغم أنه بالفترة الماضية كان معظم الحديث يدور عن نشاط ميليشيات إيرانية في شرق سوريا وليس في محيط دمشق، يعني بفعل بعض المساومات التي تقوم بها روسيا لتحجيم الدور الإيراني في الجنوب السوري؟ نعم، النشاطات الميليشيات التابعة لإيران أو المتحالفة مع إيران في سوريا عندما تكون تستهدف المعارضة السورية أو قوات سوريا الديمقراطية لا تخلق إسرائيل على الإطلاق، بل تشجع على هذا الأمر. ولكن عندما هذه الميليشيات تقوم بتجهيز قواعد صواريخ أو تحضير ما يمكن أن يكون قاعدة إطلاق صواريخ، هذا الأمر يؤدي حتما إلى ردات فعل إسرائيلية. أما بالنسبة لروسيا فأنا لست مقتنعا على الإطلاق بأن روسيا تريد تحجيم دور إيران في سوريا. فالجبهة التي هي على عاتق الجيش السوري النظامي هي على 2000 كيلومتر أو أكثر، والعديد عديد الجيش السوري لا يكفي، وبالتالي هناك حاجة للميليشيات الإيرانية. كم تعتبر دورها في الغرب؟ طيب كم تعتبر برأيك هذه الضربة العسكرية الإسرائيلية تحديدا الأخيرة هي رسالة مبطنة للروس بأن قواعد اللعبة لم تتغير، خاصة على ضوء الطلعات الجوية التي كانت تنفذها الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري أيضا في الأسبوع الماضي؟ نعم، لا أظن أن هذه الضربة هي الأخيرة، طالما أن هناك نشاطات لحزب الله ولميليشيات إيرانية يمكن لإسرائيل أن تعتقد أنها تشكل خطر عليها، لن يردعها شيء بالقيام باستهدافها. هذا أولا. أما بالنسبة للضربات الجوية التي يقوم بها الطيران السوري والطيران الروسي فهي تستهدف المعارضة السورية وبعد الفلول داعش. لا كنت أسأل عن الطلعات الجوية حضرة العميد تحديدا التي كانت تنفذ فوق مرتفعات الجولان في الفترة الماضية، ويعني أثارت الكثير من الجدل بأنها مشتركة روسية سورية. نعم، لا أعرف إذا كانت روسية سورية، ولكن أريد أن أعود بك إلى 6 سنوات إلى الوراء عند بداية التدخل الروسي في سوريا. أول زيارة للأركان الروسية كانت لوزارة الدفاع في إسرائيل، حيث طلب الروس إذن باستعمال المجال الجوي الإسرائيلي في الشمال عندما تقوم الطائرات الروسية باستهداف المعارضة السورية أو الثوار السوريين في الجنوب، لأن الطائرات الروسية تضطر إلى الدوران للعودة، ولم يكن لدى الإسرائيليين مانع
من ذلك وفقا للمعلومات المتوفرة. وبالتالي الطيران الروسي فوق الجولان لا يقلق إسرائيل على الإطلاق. أما إذا تواجد معه طيران للنظام فإن طائرات النظام السوري من جيل قديم جدا ولا تقلق الطيران الإسرائيلي. هناك تفوق جوي إسرائيلي هائل جدا بالنسبة للطيران، لا يمكن مقارنة الطيران الروسي بالطيران الإسرائيلي، الطيران السوري بالطيران الإسرائيلي على الإطلاق. وتواجد مفهوم، هذا ولكن هل حقيقة لا يقلق نعم، يعني هل حقيقة تعتقد بأن التنسيق لا يزال جار على قدم وساق بين الإسرائيليين والروس في هذه الضربات العسكرية الموجهة لميليشيات إيرانية في سوريا؟ أنا لا أظن أن هناك تنسيق في هذه الضربات على الإطلاق. هناك تفاهم على حرية العمل، حرية المناورات والعمل واستعمال المجال الجوي السوري من قبل الطيران الإسرائيلي دون أن يتعرض له الدفاع الجوي الروسي أو الطيران الروسي. إنما هناك إحراج لروسيا، لا تريد أن ترى إسرائيل تقوم بكل ذلك، مما يحرج روسيا ويحرج النظام أيضا. وبالتالي ما تقوم به روسيا هو محاولة، ولا أقول حسم، محاولة تقليص وليس تحجيم، تقليص الدور الإيراني في غرب سوريا في الأماكن القريبة جغرافيا من إسرائيل وليس في الشرق السوري. وبالتالي الأمر ليس أبيض وأسود على الإطلاق. روسيا لن تقوم أبدا بردع إسرائيل عن هذه الأعمال. روسيا يمكنها أن تتمنى على إسرائيل عدم القيام بهذه الأعمال، ويمكنها أن تتمنى على إيران عدم التجهيز أو تحضير جهازية يمكنها أن تستهدف إسرائيل، لأن موسكو لا تريد أن تجد نفسها في وسط حرب إيرانية إسرائيلية على الأراضي السورية. نعم. مما هو محرج جدا لها، لأنها متقربة من إيران ومتقربة أيضا من إسرائيل. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات من بيروت. كنت معنا العميد خليل الحلو، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا لك. في سوريا أيضا ارتفعت حصيلة المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في سجن غويران في الحسكة إلى 373 قتيلا، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي أوضح أيضا أن 268 قتيلا هم عناصر في التنظيم و98 من قوات الإدارة الذاتية، فيما راح من المدنيين 7. وأشار المرصد إلى استسلام مجموعة تضم 20 عنصر من عناصر داعش ليلة السبت الأحد. استوديو الحدث مستمر معكم وفي أيضا بعد الفاصل. رغم خطوات التقارب مع مصر، تركيا تستضيف نشاطات معادية للإخوان. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك.
بكم من جديد. بسرية غير مسبوقة أطاح فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني بأكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، وكانت تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية وصولاً إلى سوريا. وأوضحت وسائل أعلام لبنانية أن العملية الأمنية بدأت منذ 4 أسابيع بتنسيق النيابة العامة التمييزية مع قيادة قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن ضباط الفرع يحيطون العملية بسرية غير مسبوقة. ولكن اللافت كان اعتراف أعلام حزب الله بكون الأخير مخترقاً. من لبنان وسوريا وفلسطين إلى العراق واليمن وكذلك إيران، حيثما كان ذلك ضروريا تكون إسرائيل بجواسيسها هناك. ليس ذلك محض افتراض، بل هي حقيقة أكدها الإعلام التابع لإيران في لبنان، مشيرا إلى أن اختراق الموساد الإسرائيلي غالبية الساحات المتواجد فيها حزب الله. وأقر الإعلام الإيراني أيضا بنجاح أجهزة استخبارات إسرائيلية خلال العامين الماضيين في لبنان وسوريا، وربما أيضا في أماكن أخرى، بتنفيذ مجموعة من العمليات الأمنية اللافتة في نوعية الأهداف وطريقة التنفيذ. وقال إنه قبل 5 أسابيع التقط ضابط في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، التقط إشارة تشير إلى عمل ذي بعد أمني. في البداية اكتشف فرع المعلومات وجود اختراق للموساد داخل الفرع نفسه وفي موقع شديد القرب من قيادته. أما في المرحلة الثانية تبين وجود خرق في حزب الله تمثل بتجنيد أحد عناصر التعبئة في الحزب وشارك في مهام في سوريا. وكان موقع ذا ديلي بيست الأمريكي كشف عن استخدام إيران شبكات ومواقع عمل وهمية مزيفة لعملاء لها، وذلك للإيقاع بعناصرها في سوريا، إلى جانب أيضا عناصر من ميليشيا حزب الله والأسد ممن يشك في ولائهم وارتباطهم استخباراتيا مع إسرائيل. على ذلك نصبت إيران فخا لتحديد من يعملون مع أجهزة استخبارات أجنبية، سيما من هم في وظائف حساسة في ميليشيا حزب الله ونظام الأسد أيضا. تلك المواقع المزيفة التي لا تمت للموساد بصلة كانت إيران تريد من خلالها الإيقاع بجواسيس محتملين من جنود سابقين في إيران وسوريا وميليشيا حزب الله أيضا. للحديث عن هذه التطورات من عمان ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في استوديو الحدث لليوم. طبعا يعني كنا نتحدث عن هذه التقارير المتعلقة بالاختراق للميليشيات الإيرانية عبر جواسيس إسرائيلية، باعتقادك ما تفاصيل وحقيقة مثل هذه الوقائع؟ مساء الخير. يعني هذه الوقع يعني فيها شيء كثير من الصحة، خصوصا في ظل عمليات الاختراق الإسرائيلي الكبيرة لإيران، مما سهل تحقيق عدة أهداف بالنسبة للجانب الإسرائيلي. الجانب الأول هو مزيد من استهداف المنشآت الحساسة داخل إيران. ربما تذكرين كان هنالك عمليات نوعية عبر عملاء تم تجنيدهم، سهل من استهداف منشأة ناتانز لأكثر من 3 مرات على أقل تقدير، منشأة بوشهر، منشأة بارشين العسكرية، أيضا الجوانب الخدمية داخل إيران، خاصة شهيد رجائي، القطاع الوقود، قطاع النقل وغير ذلك من هذه القطاعات. هذا لا يمكن أن يتم إلا بدون وجود ما يعرف بعمليات اختراق وجواسيس تم تجنيده. هذه النقطة دكتور النقطة ربما تكون مفهومة يعني جواسيس داخل إيران، ولكن من يذهب مع ميليشيات إيرانية خارج الحدود الإيرانية ليقاتل لصالح إيران مثلا، كيف يتم استدراجه؟ يعني كنت سوف أتحدث عن هذا الموضوع. هذا هو المسار الثاني، وهو عمليات تجنيد وعمليات اختراق للموساد الإسرائيلي لأذرع إيران وميليشياتها الموجودة عبر الحريق الإقليمي، سواء في سوريا، سواء في العراق، سواء حتى في لبنان.
ربما التقرير اللي تفضلت فيه ربما قبل قليل وعرضت له عن وجود مواقع وهمية تقوم أجهزة استخبارات إيرانية بالترويج لها لمحاولة ليس فقط اصطياد دعيني أسميه عملاء جدد للاستخبارات الإيرانية، بل محاولة إلقاء القبض أو تتبع خيوط الذين استمكنت إسرائيل من اختراقهم خصوصا لحزب الله اللبناني، مما حدا بإيران إلى استراتيجية أحيانا غير مفهومة عنوانها أنه كيف يتم استهداف كثير من الأهداف الإيرانية سواء في سوريا أو سواء في لبنان أو في غيرها من المناطق. وإيران أعلنت أكثر من مرة أنها معنية ربما بالتعاون مع أجهزة استخبارات أخرى مثل الجانب الروسي لمحاولة فهم حقيقة ما يجري. ووسائل الإعلام الإيرانية تحدثت أكثر من مرة عن وجود طرف حليف في اتهام مباشر عن تسهيل معلومات أدت إلى استهداف عدد من قادة الباسداران الحرس الثوري طيب الإيراني. طيب هذا الاختراق، هذا الاختراق يعني حتى معنويا وأكثر من عملياتيا ممكن أن يضر بالمصالح الإيرانية وميليشيات إيران المنتشرة في بعض الدول العربية. ما الذي يفسر الاعتراف والحديث عن هذا الموضوع حتى من خلال وسائل الإعلام التابعة للميليشيات الإيرانية؟ يعني يعكس عمق المأزق الذي باتت تعيش إيران وميليشياتها وأذرعها. إيران بدت في موقف ضعيف خصوصا في ظل التبجح الإيراني عن قدرات استخباراتية كبيرة. إيران ربما لديها كثير من أجهزة الاستخبارات سواء وزارة المخابرات الإيرانية اللي هي وزارة الاطلاعات أو الجهاز الباسداران استخبارات اللي هي زد اطلاعات ما يعرف بجهاز استخبارات الحرس الثوري الذي يقود حسين طائب والذي تعرض لكثير من الانتكاسات وبدأ بموقف ضعيف ولا يستطيع أن يحمي دعيني أسميه ميليشياته وأذرعه الموجودين عبر الحريق الإقليمي. لا يستطيع إيران أن تحمي حتى بنيتها الداخلية اللي تحدثت عنها قبل قليل من عمليات الاختراق الممنهج. وربما هنالك عملية معقدة تقوم بها إسرائيل وأجهزة استخبارات غربية في محاولة اختراق الجانب الإيراني لإضعافه من ناحية، أيضا لإحباط محاولات إيران المتكررة لعسكرة برنامجها النووي، لأنه هنالك استراتيجية أعلنت عنها إسرائيل قبل 4 سنوات ربما كانت تقوم بجزء مهم منها على ما يسمى بحروب سيبرانية على عمليات اختراق مهمة تمكنوا عن طريق زرع العملاء حتى داخل المنشآت الحساسة. تذكرين كان هنالك فيروس ستاكس نت الذي استهدف منشأة ناتانز وأعاده يعني أشهر إلى الوراء. هذه العمليات هي عمليات مستمرة، أعتقد أنها سوف تتصاعد في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نووي، وإيران باتت أمام يعني تحدي حقيقي يواجهها على الصعيد الداخلي، يواجه طيب عملائها وأذرعها وكلائها الموجودين طب في المنطقة. طب هذه الاختراقات أيضا كيف تنعكس على واقع الميليشيات المدعومة من إيران تحديدا في سوريا، ميليشيا حزب الله في لبنان وفي العراق، المناطق التي تعتبرها يعني إيران هي مناطق يعني ذات عمق استراتيجي بالنسبة لها، إلى أي مدى ممكن أن تفقد هذه الاختراقات الثقة بهذه الميليشيات؟ يعني سوف تفقدها الثقة كما تفضلت من ناحية، من ناحية أخرى سوف تظهر إيران بمظهر ضعيف لأنها لا تستطيع حماية حلفائها وأذرعها وميليشياتها الموجودين كما تفضلت عبر الحريق الإقليمي. ربما إيران سوف تفكر بآلية جديدة لمواجهة هذه الاستراتيجية الخطيرة في محاولة لاختراقها، خصوصا في ظل الضربات غير المسبوقة التي تتعرض لها إيران وميليشياتها. إيران لديها ما يسمى بجيش إلكتروني يحاول أن يتتبع خطوطها مثل هكذا عمليات اختراق. الأمر الثاني هي تحاول أن تبني ما يسمى بحروب افتراضية لمحاولة تصيد هؤلاء العملاء من خلال الحرب السيبرانية ومن خلال قصص للتضليل، ولكن هذا لن ينجح كثيرا خصوصا نحن نتحدث عن عمليات اختراق وعمليات تجنيد تتم بوسائل نوعية. الأرض خصبة لعمليات التجنيد ربما سواء داخل إيران أو من خلال مداخل الأزمات الإقليمية لتجنيد عدد كبير من المتعاونين، وهذا الأمر
يعكس ما تتعرض له إيران وميليشياتها من ضربات متتالية، سواء على مستوى عمليات التخريب أو مستوى عمليات الإغتيال، ومحاولة إحباط الجهود الإيرانية المتتالية عبر التوسل بالساحات ومداخل الأزمات الإقليمية لتصفية الحسابات مع الخصوم والمنافسين الإقليميين. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات من عمان. كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك. في تركيا التي تحاول بناء خرائط تعاون جديدة، كشفت تفاصيل جديدة حول ممارسة جماعة الإخوان المسلمين لأنشطة على الأراضي التركية رغم كل التوجيهات بالتضييق على أنشطتهم الإعلامية والسياسية في تركيا تمهيدا للتقارب مع مصر. فقبل عدة أيام استضافت اسطنبول مؤتمرا شارك فيه عدد من قيادات الإخوان في مصر والعالم العربي وقيادات حركة حسم، وهو الجناح المسلح للجماعة بهدف إعادة إحياء ثورات ما عرف بالربيع العربي. كما تبين أن الإخوان يعقدون دورات تدريبية على فنون الاستخبارات لعناصرهم المقيمين في تركيا في أكاديمية يشرف عليها القيادية الإخوانية عصام عبد الشافي. في مصر أعلن محافظ القاهرة السيطرة على حريق نشب في منطقة الحسين مخلفا 12 مصابا باختناق تم نقلهم إلى المستشفى. وقال شهود عيان إن حريقا هائلا نشب في محيط مسجد الحسين في منطقة المشهد الحسيني في القاهرة بسبب انفجار أنبوب غاز، فيما أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن الحريق نشب بعيدا عن المسجد وأنه لم يتضرر. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا بعد الفاصل. رغم الشتاء القاسي، حكومة النظام السوري تواصل تقليص الدعم عن فئات معينة. يا
يبدو أن التصعيد أخذ بالاتساع، حيث نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي من محاولة اغتيال فاشلة. هل هناك معلومات عن قتلى بين المتظاهرين؟ من يمتلك هذه التقنية ومحاولة الانقلاب هذه ممن؟ فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان. السلاح المنفلت هو الخطر الرئيسي الذي يهدد إنشار أمني كثيف. هل يعني هذا أن الكاظمي دخل الآن في مرحلة الصدام مع التابعين لإيران؟ هذا يدلل على أن لا تسليم سلمي للسلطة في العراق. هو لديه مشكلة واحدة فقط، هذا الرجل أوقف المشروع الإيراني في العراق. هل تملك هذه الميليشيات هذا القدر من القوة والسلطة؟ من المستفيد من إزاحة رئيس الحكومة عن المشهد القادم في العراق؟ جديد. مشاهدينا، وبالعودة للموضوع المتعلق بنشاطات جماعة الإخوان في تركيا، ينضم إلينا من اسطنبول المحلل السياسي التركي جواد غوك. أهلا ومرحبا بك أستاذ جواد معنا في استوديو الحدث لليوم. يعني رغم ما تعهدت به في فترة سابقة تركيا بالحد من نشاطات الإخوان ودعم هذه الجماعة بهدف التقارب من مصر ومن بعض الدول العربية، لماذا اليوم تعود وتسمح أو تستمر بالأحرى كما يرى البعض بسماح لقيام هذه الأنشطة كلها على أراضيها؟ تحية لك ولمشاهدينا الكرام. طبعا الآن الساحة السياسية متحركة جدا في تركيا. مثلا في الأسبوع القادم سوف يأتي رئيس جمهورية إسرائيل إلى تركيا كما أخبرتنا الحكومة التركية. طيب، عندما تريدون تصحيح العلاقات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، هل دولة مصر أقل أهمية من إسرائيل؟ مع الأسف الشديد الحكومة لحد الآن انتقادات موجهة عليهم بأنهم يرجحون مصلحة الحزب إلى مصلحة بلدنا ووطننا، يعني من مصلحة تركيا تطبيع العلاقات في أسرع وقت مع دولة مصر المهمة في المنطقة. ورأينا كم خسارات واردة إلى تركيا، خسارات اقتصادية سياسية وحتى العسكرية. لكن من أساليب الحكومة التركية حالياً كانت تصريحات إيجابية ورحبنا به، أنه وقف نشاطات جماعة إخوان المسلمين المتطرفة وكما طلبت دولة مصر. لكن الحكومة التركية بطيئة جدا ومقصرة في هذا الأمر بصراحة. نعم، يعني هو بطء وتقصير بتفسيرك أو بتقديراتك، أم يعني هي غير أيضا يعني ضالعة في هذا المجال بالتحديد؟ يعني الموضوع حتى خرج عن سياق التحركات السياسية، هناك استضافة للجناح المسلح من جماعة الإخوان المسلمين، حركة حسم وهي مصنفة إرهابية، كيف تنظر تركيا لهذا الشأن؟ يعني ما تصرح به الحكومة التركية، هناك نشاطات إعلامية
ويعني دعم إعلامي لوجستي ومالي إلى دعم اقتصادي إلى جماعة إخوان المسلمين المنسوبين هنا. اتهامات كانت موجهة إلى تركيا من بعض الدول العربية ومن بعض الدول الغربية أنه على الحكومة التركية أن تتخذ خطوات إيجابية وسريعة لحل هذه المشكلة. نحن علينا أن نفكر بمكان دولة مصر. لو كنا مثلا لو كانت هناك جماعة من جماعة فتح الله جولان الإرهابي المعارض في تركيا، لو كانوا هؤلاء نشاطاتهم في مصر، كيف كانت ردة حكومة الآن؟ نعم. رئيس أردوغان ومن حقه يتجول في المنطقة، يريد وقف نشاطات جماعة فتح الله جولان في أوروبا في بعض الدول الآسيوية. فكيف أنتم تأخذون ملجأ لجماعة إخوان المسلمين في تركيا؟ نحن قريبين من الانتخابات، لا يريدون أن تفتح هذه القضية بشكل أو آخر. نعم. طيب، ولكن ما خطورة أن يتجاوز الموضوع موضوع الدعم الإعلامي والاقتصادي لجماعة الإخوان؟ يعني نحن اليوم نتحدث عن مؤتمر يعقد في تركيا على الأراضي التركية، يشارك فيها أحد القياديين من حركة حسم للتدريب والتدريب الاستخباراتي وإعادة نشر الفكر المتعلق بما يعني موضوع الربيع العربي وما إلى ذلك. هذا يعني ما حجم المسؤولية التي ممكن تتحملها تركيا من جراء ذلك؟ يعني بصراحة هنا في تركيا من يدعمهم معنويا، من يدعم هؤلاء الجماعة من الأتراك، من المتطرفين أيضا من يدعمهم، والحكومة التركية وحزب الحاكم في تركيا بصراحة لا تريد أن تخسرهم سريعا. كما قلت، نحن قريبين من الانتخابات، وهناك أصوات ل حزب الحاكم، يعني عليهم أن يكسبون أصوات. إذا كانت هناك موقف سلبي شديد، ولكن على حساب يكسبون أصوات في الانتخابات المرتقبة على حساب علاقات تركيا التي كانت يعني باردة جدا وتصل لحد القطيعة مع دول لها مصالح استراتيجية معها مثل مصر ومن مناطق ودول في المنطقة العربية. طبعاً نحن رحبنا بتطبيع العلاقات مع أبو ظبي، الآن زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان إلى المملكة العربية السعودية. هذه القضايا موجودة، عليهم أن يبنون علاقات مع الدول والحكومات لا مع الجماعات. هذا الذي نقول، الدولة عقلية الدولة عليها أن تبني علاقات مع العواصم الرسمية خاصة مع القاهرة، لكن يتركون الدولة والحكومة الرسمية يبنون علاقات مع جماعات متطرفة. هذا خطأ والانتقادات موجهة، وأيضا بهذه الأخطاء السياسية الخارجية يخسرون أصوات من الشعب التركي، يقولون هؤلاء لا يراعون مصلحة بلدنا بل مصلحة وأيديولوجية حزبهم وأفكارهم. نعم. نعم. طيب، على ضوء كل ما ذكرت، ما المتوقع أن يكون مستقبل عودة العلاقات بين تركيا ومصر على ضوء هذه التطورات؟ طبعا يعني هناك كانت طالبات من دولة مصر للحكومة التركية، عليهم أن يوقفون هذه النشاطات وغيره. الآن لو كانت هناك يعني قرارات مثلا بتنصيب السفير التركي إلى القاهرة وسفير المصري إلى أنقرة وخطوات عملية من الجانبين، لا ندري. يعني المفاوضات أيضا بطيئة، والجانب المصري يتوقع خطوات عملية ونتائج ملموسة من الحكومة التركية. على الحكومة التركية أن تتحرك سريعا، وإلا هذه آخر فرصة للحكومة التركية أن تبني علاقات جيدة مع دولة مصر، وإلا انتقادات سوف تتوجه من المعارضة التركية وأيضا من الشعب التركي، وسوف يرون جوابه في صناديق الاقتراع بصراحة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. من إسطنبول كنت معنا المحلل السياسي التركي جواد جوك، شكرا لك.
إلى سوريا. تواصل حكومة النظام السوري خطتها في تقليص الدعم الحكومي للمواد التموينية والمشتقات النفطية، وذلك رغم الظروف المعيشية المزرية للسوريين والتي زادتها سوءا الأحوال الجوية القاسية، حيث استبعدت اللجنة الاقتصادية في الحكومة فئات معينة من الدعم بهدف الوصول إلى الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع بحسب معاونة وزير الاتصالات. وأضافت أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل، لافتة إلى أن الاستبعاد لن يشمل وسائل الإنتاج ومنظومة النقل العام. هذا وأوضحت معاونة وزير الاتصالات أن الكتلة المالية التي ستتوفر من هذه الخطوة ستوجه إلى مجالات دعم أخرى يتم تحديدها لاحقاً. نسخة متطابقة من حالة الجارة اللبنانية يعيشها السوريون منذ 10 سنوات، ولكنها طبعا تزداد سوءا هذا العام مع موجة الشتاء البرد القارس طبعا وإجراءات حكومية مستمرة لاستبعاد فئات من الدعم. فالعتمة باتت تسيطر على غالبية المناطق خارج العاصمة دمشق لتصل ساعات تقنين الكهرباء إلى 22 ساعة، كما لم تحصل أو تحصل آلاف العائلات على حصتها من المازوت بالسعر المدعوم وهو 1700 ليرة للتر الواحد، فيما سعره بالسوق السوداء يصل ل 4000 ليرة. وهذا ما أعاد غالبية السوريين إلى استخدام مدافئ الحطب للتدفئة، إن توفر الحطب طبعاً. ففقراء الحال يستخدمون كل ما هو قابل للاحتراق مثل الورق، الألبسة، الأحذية القديمة ومخلفات البلاستيك لتدفئة أولادهم. ومنذ عام 2019 بدأت حكومة النظام بتوزيع المحروقات المدعومة عبر البطاقة الذكية، ثم وسعتها تباعا لتشمل المواد التموينية كالشاي والأرز والسكر والخبز، ولكن توزيع البطاقة الذكية ترافق أيضا مع ارتفاع جنوني بأسعار المواد المدعومة. فالخبز مثلا زاد سعره بنسبة 100% والسكر بنسبة 25%، وزاد أيضا سعر المازوت بنسبة 170% والغاز أيضا بنسبة 300%. أما الكهرباء فتم رفع تسعيرتها لتتراوح ما بين 180%، ولكنها باتت تنقطع أكثر، أي عكس ما روجت له الحكومة في خطة تخليها عن الدعم ورفع الأسعار عن تحسين برامج تقنين الطاقة. وذلك بطبيعة الحال أدى لتعطل محطات ضخ المياه وشبكات الاتصالات في مناطق عدة لا سيما الأرياف، لعدم طبعا توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء. ووفق إحصاءات الأمم المتحدة تقدر نسبة الفقر في سوريا بأكثر من 80%، يعيش 60% منهم على المساعدات. والله من يومين ثلاثة بردنا كتير كتير، بعد جوز بنتي دور لي بمعرة للأقالي بيدوب 50,000، عم ندبر حالنا فيه نقطة نقطة. أيه. ما بلشت موجة البرد، بلشت الكهرباء هيك والمازوت والجو. قبل كان الواحد يقدر يشغل الحمام ساعتين تجي فيهم الكهرباء، هلا ما عم تجي 10 دقائق يتشغل. سخنت طنجرة مي على الطباخ اللي اجت ربع ساعة مثل ما هي، فتح على الحمام كتيتها علي وطلعت. وارجف والله بكيت، عم اقول لك بكيت، لك ما بعرف تكتكي طنجرة. وهذا بيأثر حمام الطاقة على الإنتاج الصناعي، على الإنتاج الاقتصادي بشكل عام، على موضوع المياه، عم باعتبار انه المياه نحن بنسحبها من الابار، هذا بيؤدي لنقص بقطاع الغيار، لعدم مفرط الدولار او العمله الاجنبيه. طبعا هذا كمان بيلحقوا موضوع التدفئه، نحن لما بنحكي عن التدفئه فممكن يكون 3 انواع من البدائل، اللي هو الغاز او المازوت او الكهرباء. من اسطنبول ينضم إلينا الكاتب والسياسي السوري فايز سارة. أهلا ومرحبا بك أستاذ فايز معنا في استوديو الحدث لليوم. برأيك ما هي مساء
الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلاً بك، مساء النور. برأيك ما هي الأسباب التي تدفع النظام اليوم لرفع الدعم عن الكثير من المواد الأساسية والتزام مثل هذه الخطة والإجراءات على ضوء الوضع المأساوي الذي يعيشه السوريون اليوم؟ يعني أول شيء أنا بدي أقول إنه إحنا شهدنا فصول من الحرب على السوريين. هاي الفصول كانت عبارة عن حملات اعتقال وتدمير وحروب وهجمات من مختلف الجهات، الإيرانيين من جهة والروس من جهة والنظام والشبيحة ميليشيات العراقية. الآن هذا النهج أو هاي الاستراتيجية تقريبا أصبحت على جنب. هناك استراتيجية أخرى للحرب على السوريين وهي ما يجري حالياً، لأنه لا شيء أبداً يبرر هذا الأتون، هذا العذاب، هاي الكارثة التي يغرق فيها السوريين. يعني حتى أبسط الأشياء الآن يقول النظام أنه سيوفر كهرباء لمدة ساعة أو ساعتين حتى في العاصمة دمشق، لكن كل الأخبار وكل الناس اللي بنحكي معهم على مدار الساعات وعلى مدار الأيام كلياتهم بيقولوا إنه هالساعتين هدول بيصبحوا أحياناً 5 دقائق أو 10 دقائق. لا التزامات من جانب النظام حتى بالمواعيد، حتى بالأرقام، حتى بأي شيء يعني يطلقه للناس. طيب لماذا؟ يعني كان في وقت سابق أستاذ فايز، يعني كانت تعزى هذه الظروف المعيشية السيئة محاولات رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية بأن البلد في حرب، ويعني يستخدمون للوقود استخدامات حربية لصالح أمن الوطن يعني كما يقول النظام. اليوم ما الأسباب؟ النظام يقول أنه انتصر وأن الحرب انتهت عملياً اليوم. طيب كيف يبرر إذن؟ معارك النظام اليوم في الحد الأدنى، وإنما تقتصر فيما يشنه النظام من عمليات جزئية في مناطق إدلب وأرياف إدلب. فيما عدا ذلك ليست هناك حرب. الآن الحرب هي حرب التجويع، حرب التي تدفع السوريين باتجاه الفرار، الإذلال ثم الفرار. عملياً اليوم لو فتحت الحدود وقيل للسوريين أن النظام سيسمح في مغادرتكم، لن يبقى أحد، لن يبقى حتى المؤيدين، لن يبقى حتى القتلة الذين حملوا السلاح وقتلوا السوريين ودمروا ممتلكاتهم وقادوا سوريا إلى هذا المستوى، إلى هذا الوضع الأسوأ. لن يبقى أحد. هذا ما يريده النظام، هذا ما تريده حليفته إيران من أجل عملية تشييع فارسي شامل لمن يتبقى من الناس. هناك طيب حقيقة، نعم أستاذ فايز، فقط لحتى نعرف معلومات يعني أكثر دقة، هل حقيقة تعتقد بأن النظام السوري يعني يمتلك ورقة اقتصادية ممكن أن يعني تعود بالنفع حقيقة على السوريين في هذه المرحلة بطريقة أنجع وأنفع من الذي يجري حاليا، أم أن كما ذكرت له أهداف أخرى يعني من وراء هذه الإجراءات؟ نعم بالتأكيد النظام الآن تكفي الموارد التي يجنيها من وراء شركات الخليوي لتوفير حياة أفضل للسوريين اليوم. ما أخذ بعين الاعتبار أنه اليوم يسير هذه الخدمات في منطقة على سكان لا يزيد عددهم عن 10 ملايين شخص في أحسن الأحوال. هذا يعني أنه لديه موارد كثيرة ولديه مساعدات، والإيرانيين يدفعون وحتى بعض الأطراف بصراحة تدفع من تحت الطاولة للنظام. النظام لديه مال، النظام لديه أكثر من 200 مليار دولار هي مصاري، هي ثروة آل الأسد والأقربين منهم، والتي اليوم يعتبرها النظام، يعتبر سوريا كلها ملكه، وبالتالي هو ما مستعد إنه يدفع. مع ذلك أنا ماني شايف بالفعل غير إنه هي استراتيجية للنظام اليوم لإذلال السوريين تماما. هي الفصل الثاني من الحرب على السوريين اللي استمرت بالعشر سنوات الماضية. الآن تتصاعد هذه الحرب، حرب التجويع، حرب الإفقار، حرب الخوف، حرب التهجير.
هذه كلها هي ملامح لحرب شاملة لا يمكن رؤيتها بشكل منفصل على أنها بس يعني أنه ما في كهرباء، بس أنه ما في مي، بس طيب يقولون بأن عملية التقنين هذه ورفع الدعم مشكلة المي يقولون ليست هناك مياه للشرب. نعم، يقولون بأن عملية رفع الدعم يعني عن بعض الشريحة أو يعني على الشريحة المستبعدة من هذا الدعم هو سيكون لصالح يعني مجالات دعم أخرى يتم تحديدها لاحقا. يا ستي ببساطة من سيدعمون اليوم حسب ما سمعت هلأ بالتقرير اللي أزيع في مقدمة هذا الخبر هذا النقاش. نعم، إنه الدعم وحسب وزيرة الاتصالات معاونة وزير الاتصالات إنه هذا الدعم رفع عن شرائح بالمعاشات معينة. اليوم ببساطة رئيس الدولة لا أتكلم عن أي شخص، رئيس الدولة لو أراد أن يعيش براتبه فلن يكفيه على أي حال، ولا يستطيع أكبر موظف في سوريا اليوم أن يعيش على راتبه. إما أنه وضحت على المساعدات أو أنه يسرق وينهب ويستبيح كل شيء. وضحت الفكرة. أعذرني على المقاطعة أستاذ فايز، ولكن يعني انتهى وقت الساعة الأولى من استوديو الحدث. بالتأكيد سيكون لنا لقاءات جديدة. شكرا لك من إسطنبول الكاتب والسياسي السوري فايز سارة. وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة سوري مواطن من مدينة جاسنفير في درعا تحت وطأة التعذيب من قبل النظام السوري في سجن سدنايا بعد اعتقاله نحو 9 سنوات، وبذلك يرتفع تعداد السوريين الذين قضوا تحت التعذيب منذ مطلع يناير الحالي في سجون النظام السوري إلى 12 وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وارتفع عدد السوريين الذين ماتوا تحت وطأة التعذيب داخل سجون النظام منذ عام 2011 إلى أكثر من 47,500 سوري مدني. بريطانيا توقع اقتصاديون استمرار الضائقة المعيشية إلى أكثر من عام، بينما يواجه البنك المركزي مطالب بتسريع وتيرة رفع الفائدة لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم الأعلى منذ 3 عقود. بريطانيا ماضية نحو أزمة حقيقية في تكلفة المعيشة خلال الشهور القادمة. هذا ما يحذر منه خبراء اقتصاديون ومسؤولون مختلفون، من بينهم محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الذي توقع بأن تستمر الضغوط على المستهلكين لمدة 1.5 عام. ويواجه البنك مطالب بتسريع وتيرة رفع الفائدة للتصدي لمعدل التضخم الذي تجاوز 5% مؤخراً وهو الأعلى في 3 عقود. العامل الأساسي وراء تغيير البنك لتوقعاته بشأن الأسعار هو الارتفاع في أسعار الجملة للغاز والكهرباء. الارتفاع كان أكبر بكثير مما توقعه أغلب الاقتصاديون والمستثمرون، والآن لا يتوقع المستثمرون أن تتراجع أسعار الغاز والكهرباء إلا بحلول نهاية السنة القادمة. الضغط على المستهلكين يأتي من جهة مختلفة. قفزة التضخم شطبت أي ارتفاعات شهدها العاملون في أجورهم الشهرية. بنك إنجلترا ماضي نحو التجديد بوتيرة سريعة وسط توقعات برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس هذه السنة.
كما أن أسعار المستهلكين مرشحة للارتفاع إلى 7% خلال شهر إبريل في ظل ضريبة جديدة ستفرضها الحكومة على الدخل قدرها 1.25% لتمويل خدمة الرعاية الصحية. من المتوقع أن تجلب 14 مليار جنيه من الإيرادات للخزانة. كل هذا إضافة إلى خطط لرفع السقف الذي تحدده الحكومة لفاتورة الغاز المحلية، الأمر الذي من شأنه رفع تكلفة تدفئة المنازل بنسبة 50%. ولكن الضغط لا يقتصر على الأسر فقط. ضريبة الدخل في إبريل ستضرب شركات أرباب الأعمال لأن الموظفين سيطالبون برواتب أعلى مع زيادة العبء الضريبي، في وقت تعاني منه الشركات من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية ونقص في العمالة وإجراءات البريكزيت الجمركية. الخوف هو أن كل هذه الزيادات في الأسعار والضرائب ستخنق النمو الاقتصادي الذي بالكاد عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما يخشى البعض العودة إلى عهد التقشف الذي تلا الأزمة المالية العالمية. لذا بدأت تتعالى الأصوات التي تطالب بالرجوع عن الضريبة المقررة وتوفير الدعم للمتضررين. كارينا كامل، الحدث، لندن. إلى هنا مشاهدينا تنتهي الساعة الأولى من استوديو الحدث. المزيد من الملفات والأخبار على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء. نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. ست جولات من المفاوضات مع إيران في فيينا. 65,000 انتهاك ارتكبها الحوثيون بحق الطفولة. 84 طائرة بدون طيار، 15 صاروخ باليستي. ما هي الأجواء الأمنية على الحدود؟ الضغمة السياسية الحاكم التي أوصلت لبنان. لا مساعدات مالية ستحول إلا بتنفيذ ووجود حكومة. يأخذ هو التصعيد في العراق منحا خطيرا. احتلال مناطق جديدة في شمال شرقي سوريا للتحقيق في قصف استهدف مستشفى ميدانيا. في تونس امتدت احتجاجات عنيفة. هل لمستم نية إثيوبية حقيقية في التوقيع على اتفاق يخص سد النهضة؟ ما هو الوضع الآن وما السيناريوهات المتوقعة لليوم؟ الجانب الليبي من جهة الشرق لم يتلقى أي معلومة. لن يكون هناك حل سياسي مع هذه الجماعة إلا بعد أن يتم تحرير مدينة الحديدة. أخبار عاجلة ترد الآن. السعودية تعترض مسيرة مفخخة. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها
تدفع ثمن كل ذلك. إسرائيل تشن أولى غاراتها هذا العام على مواقع حزب الله في سوريا وتستهدف مستودعات السلاح. مستشار الرئيس الإماراتي يقول إن استفزاز بلاده غير مجد وسيتم التعامل مع التهديدات الإرهابية. ضبط أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان، وأعلام حزب الله يعترف باختراقه. رئيس البرلمان العراقي يطوي صفحة التدخلات بتشكيل الحكومة، وخامنئي يعتبر تجاهل الإطار التنسيقي تهديداً لأمن إيران. خبير أمريكي يقول إن أعراض أوميكرون معتدلة لا تعني تجاهل تلقي التطعيم. من جديد مشاهدينا في الساعة الثانية من استوديو الحدث، ونبدأ هذه الساعة من التطورات الأخيرة المتعلقة بميليشيا الحوثي، وتعليقا على محاولة الاستهداف الحوثي الفاشلة. قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أن بلاده مصممة على الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، مشددا على أن الاستفزازات لن تجدي نفعا. وقرقاش أضاف أن الإمارات لا ترى في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتها المبنية التي قال إنها مبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن الأمن والسيادة، قائلا إنه مخطئ من يمتحن الإمارات. إذن تصدي دولة الإمارات لقصف الحوثي بصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على منظومة دفاعية متنوعة تشغل أبو ظبي صائد الصواريخ البالستية والصواريخ التكتيكية وصواريخ الكروز والمعروف باسم MIM 104 باتريوت باك 3. الصاروخ وهو من إنتاج شركة لوكهيد مارتن طور بتقنية الضرب للقتل هيت تو كيل، حيث يعترض الصاروخ المعادي عبر الاصطدام به مباشرة وتدميره، ونجح فيه بشكل كبير جدا الدفاع الجوي السعودي أيضا كأول نظام دفاع جوي في العالم موثوق ومجرب يسقط المئات من الأهداف البالستية والكروز والدرونز. إلى جانب ذلك تمتلك قوات الدفاع الجوي الإماراتية منظومة ثاد الأمريكية التي تعمل بالتوافق مع نظامي باتريوت وباك 3 وتعتمد على الطاقة الحركية عند التصادم لتحقيق الإصابة الفتاكة. كما تتزود دولة الإمارات بمنظومة باتريوت من شركة ريثن الأمريكية، وهو نظام دفاع صاروخي يتألف من الرادارات وتكنولوجيا التحكم والقيادة وأنواع متعددة من الصواريخ الاعتراضية. نجد أيضا ضمن قائمة منظومة الدفاع الجوي الإماراتية صائدة الأهداف بانتسر S1، وهي منظومة دفاع روسية مضادة للطائرات أيضا وقادرة على ضرب الأهداف البرية، ومنظومة سكاي كي نايت، وهي أول منظومة دفاع جوي
تنتجها شركة هالكن الإماراتية. منظومة سكاي كي نايت وبحسب مجلة ديفنس نيوز يمكنها التصدي أيضا للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة والطائرات ثابتة الأجنحة في مدى يزيد عن 10 كيلومترات. وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في نوفمبر الماضي اعتزامها الاستحواذ أيضا على منظومة الدفاع الجوية الكورية في صفقة قد تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار. وللتعليق على هذا الموضوع من دبي ينضم إلينا الدكتور مصطفى العاني مدير برنامج الأمن في مركز الخليج للأبحاث. أهلا ومرحبا بك دكتور مصطفى معنا في استوديو الحدث. بداية كيف تعلق على محاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي باستهداف الإمارات خاصة الأخيرة منها طبعا وعملية التصدي لذلك؟ هناك إصرار حوثي إصرار إيراني على الضغط على دولة الإمارات بأي ثمن واستفزاز دولة الإمارات. الحوثي هو منفذ. يجب التذكير أنه صواريخ الفلسطينية التي أطلقت على دولة الإمارات هي صواريخ بالفقار وهي نسخة من صواريخ بركان الإيرانية، ما عدا الاسم تغير، والمجموعة التي تقوم بإطلاقها هي مجموعة يجب أن تكون إيرانية أو تابعة لحزب الله، لسبب أنه هناك عملية معقدة بإطلاق هذه الصواريخ، برمجتها وإعدادها للإطلاق. فنحن نتكلم عن إصرار إيراني على استفزاز دولة الإمارات. أنا باعتقادي لن يعمل. دولة الإمارات لها سياسة واضحة ولا يمكن استفزازها وإخضاعها لهذا النوع من التهديدات بسهولة. طيب نتحدث معك دكتور مصطفى أيضا في نقطة يعني مهمة جدا، هو عملية التصدي لهذه الهجمات الفاشلة، وخاصة كما كنا نستعرض منظومة الدفاع الإماراتية، كيف هي آلية التصدي واستخدام هذه المنظومة الدفاعية لدى دولة الإمارات؟ دولة الإمارات تمتلك عدة أنظمة للارتفاع المنخفض والمتوسط والارتفاع العالي، فتمتلك منظومة متكاملة. يجب التذكير أن الرقعة الجغرافية للدولة هي رقعة جغرافية محدودة ويمكن الدفاع عنها بسهولة، فلهذا وتم بناء منظومة متكاملة على جميع الارتفاعات وجميع أنواع الأهداف التي تهدد الدولة، فنجد هناك فعالية كبيرة في التعامل مع الصواريخ والمسيرات والمجنحات التي تدخل أجواء الإماراتية. لكن هنا الاستراتيجية الإماراتية الجزء الثاني منها وهو الذهاب إلى بعد إطلاق الصواريخ بفترة قصيرة، هو الذهاب إلى مصدر إطلاق الصواريخ. نعم. أي منصات نعم. الإطلاق. وهذه أيضا نقطة مهمة يعني لإنهاء مصدر التهديد الذي تنطلق منه. هل بتقديراتك دكتور مصطفى في كل مرة يتم فيها استهداف الإمارات من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية يتم القضاء على مصدر التهريب، مصدر إطلاق أو منصات إطلاق هذه الصواريخ؟ خلال الهجمتين الأخيرتين تم التعامل مع منصات الإطلاق لسبب مهم. منصات الإطلاق تدميرها عملية مهمة جدا، لأن هذه المنصات ستستخدم بشكل متكرر إن لم يتم التعامل معها. بعدين ضرب المنصة لا يعني فقط ضرب المنصة، هو تصفية العناصر التي تشرف على المنصة وهي عناصر خبيرة. فمهاجمة هذه المنصات، دولة الإمارات اكتشفت أنه الموقع الذي يتم إطلاق استهداف دولة الإمارات هو محافظة الجوف، لسبب بسيط أنه محافظة الجوف هي أقرب نقطة جغرافية لدولة الإمارات. نعم. وهي آخر نقطة للسيطرة الحوثية، فلهذا السبب أنه يتم التعامل مع هذه المنصات بشكل فعال. فنحن نتكلم عن استراتيجية مزدوجة، التعامل مع الأهداف عندما تدخل أجواء الإمارات والذهاب إلى مصدر الإطلاق والتعامل معها. نعم. ويعني ماذا عن استراتيجية ميليشيا الحوثي؟ هل في كل مرة يتم استهداف فيها هذه المنصات يتم تغيير مركز الاستهداف أو مركز انطلاق هذه الصواريخ التي تستهدف فيها هذه المنطقة؟ هذه المنصات هي متنقلة،
نعم. احنا نتكلم عن حاملة الصاروخ وهي عربة كبيرة، وعاملة ومنصة الإطلاق وهي عربة كبيرة، فيمكن نقلها من مكان إلى مكان. لكن على ما يبدو أنه سرعة رد الفعل الإماراتي، أي أنه إرسال طائرات خلال فترة قصيرة جدا، لا يستطيع الحوثيون إخفاء هذه المنصات. نعم. يتم التعامل معها بسهولة، فلا لا يوجد. نعم. فارق زمني كبير بين عملية الإطلاق وعملية التدمير. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات من دبي. كنت معنا الدكتور مصطفى العاني، مدير برنامج الأمن في مركز الخليج للأبحاث، شكرا جزيلا لك. بعد تكبدها خسائر فادحة في المعارك الدائرة غرب تعز، لجأت ميليشيا الحوثي إلى استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالقذائف، مخلفة العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، في انتهاك صارخ للأعراف الدولية وقوانين الحروب. بمشهد كهذا إذن تلبد أحياء تعز بدخان قذائف ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في المدينة. هذه المسنة أصيبت وعدد من أفراد أسرتها بمقذوف حوثي استهدف منزلهم غربي تعز، إضافة إلى مقتل 3 آخرين بقصف حوثي استهدف منازلهم قبل أيام شرقي المدينة. قالها أنا كضرب جواهي لما قلب الباب فوقي حرقني وحرق زوجة خيوقه وشعل النار ودقدق البيت، أصبحنا لا بيت ولا عافية وزوجة خيماتها. كل وقت الرصاص اللي بيوتني إحنا، كل مكان القانص يقتلوا الناس، ما منا بهم ما ذنبني إحنا مواطنين ما منا بهون، لا بيت لا مأوى. كل إحنا 3 ديب بغزب البيت، حرقا بالبيت، حرقا بالأرض، حرقا بكل حاجة، مع بعض إحنا حاجة، وإن مردنا إلى الله. كل ما ترجوه الطفلة هذه هو الأمان من قذائف تتساقط على رؤوسهم، فهي تقضي حياتها بخوف مع مئات الأسر تحت القصف الحوثي في ريف تعز الغربي. قصف وتهجير قسري تركز في الآونة الأخيرة على أحياء آهلة بالسكان في مقبن والعنين والشماسي غربا وشرق المدينة. حدث لنا عبوات ناس فيها، ما الدنيا كلها ملغم عبوات، ما تسكيش تمشي ولا تخرج أي مكان إلا كل مكان كله عبوات، مزروعة عبوات ناشفة مليان. ميليشيات الحوثي بعد فلولها قامت بالقصف على الأحياء السكنية والبيوت فيها نسوان وأطفال، وقامت في تخويف الأطفال. ومع احتدام المعارك في جبهات القتال تزداد نسبة الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، إذ وثقت تقارير حقوقية أكثر من 150 حالة انتهاك طالت مدنيين في تعز خلال الشهرين الأخيرين، توزعت ما بين القتل والاعتقال والتهجير القسري، انتهاكات حوثية يراها حقوقيون ترقى إلى جرائم حرب. في كل عملية عسكرية تخسر فيها الميليشيات تلجأ إلى قصف الأحياء السكنية والمنازل، محدثة حالة من الهلع والرعب في أوساط الساكنين، فالمنازل هذه اضطروا إلى مغادرة الديار بعد أن شنت الميليشيات قصفا عنيفا على منازلهم. هال سعيد لقناتي العربية والحدث، تعز. استوديو الحدث مستمر معكم وفيه أيضا بعد الفاصل. البرلمان الليبي يبحث على جلستين اليوم وغدا تغيير حكومة دبيبة. تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة. ميليشيا الحوثي تتعامل مع صنعاء بعقليات رجل العصابات. هناك استهداف متعمد وممنهج من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين. نحن نتجه الآن للخطوط الأمامية في جبهة البلق الشرقي. الحوثية منذ نشأتها الأولى وحتى اللحظة وهي منظومة حرب. هناك إملاءات النظام الإيراني، حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب. 3 مديريات الآن فرضت فيها حالة الطوارئ. هل المشهد العسكري اليوم فيه متغيرات جديدة؟ سواء في محافظة مأرب أو في محافظة الشبوة رأينا تلك الضربات الجوية الحاسمة والقاسمة. نحن الآن وسط سوق مديرية عسيلان الذي تم تطهيرها من قبل ألوية العمالقة. تعرض سفينة شحن ترفع علم الإمارات للقرصنة من قبل الميليشيات. الجماعة الحوثية تقوم بنقل أسلحة إلى داخل هذه السفينة المختطفة.
فكيف يمكن تفسير هذه العملية والرسالة من ورائها؟ إلى الملف الليبي، حيث يبدأ البرلمان اليوم النظر في بقاء حكومة عبد الحميد دبيبة من عدمه. هذا النظر مثير للجدل، إذ بدأت القصة بمنع طائرة من الهبوط في مطار معيتيقة لتنقل نوابا من غرب البلاد إلى طبرق مقر المجلس قبل أن تمنح الإذن اللازم. ووصل عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا إلى طبرق، فيما يفترض أن يسلموا أوراق المترشحين لمنصب رئيس الحكومة وسط خلافات بين الأعضاء حول جدوى تغيير الحكومة ومطالبات دولية أيضا بينها البعثة الأممية بعدم اتخاذ تلك الخطوة المرتقبة في الجلسة التي ستستمر حتى الغد. من طبرق ينضم إلينا مراسل الحدث محمد مسعود. محمد، أهلا بك، كيف تنقل لنا الصورة وكل ما يجري من داخل البرلمان؟ طبعا من يعني تطورات تتعلق بموضوع تغيير الحكومة. نعم ربا، صحيح، نتواجد الآن من أمام مقر مجلس النواب الليبي وجلسة مفصلية منتظرة، ومن المفترض أن تنطلق هذه الجلسة ربما بعد دقائق معدودة من الآن على الهواء مباشرة على قناة مجلس النواب. ومن المفترض أن تناقش هذه الجلسة أمرين هامين أو ملفين هامين. الملف الأول يتعلق بتقديم اللجنة النيابية المختصة بتقديم تصور لخارطة الطريق للمرحلة السياسية القادمة، تقريرها النهائي في هذه القاعة من خلفي الآن بعد تقديمها في الجلسة الماضية لتقرير مبدئي فقط لهذه المرحلة القادمة، وأيضا استقبال عدد. هل هناك أي تسريبات رئيس قبل الانتقال إلى هذه النقطة، هل هناك أي تسريبات عن موضوع خارطة الطريق النهائية التي ممكن أن يقرها البرلمان اليوم؟ نعم، ما تحصلنا عليه من مصادرنا الخاصة ربا كون أن اللجنة تعمل بصمت تام خلال الفترة الماضية وترفض التصريح لوسائل الإعلام. اللجنة سوف تقدم هذا التقرير النهائي وهو مبني على أربعة أسس أو أربعة نقاط رئيسية. النقطة الأولى تتعلق بمستقبل السلطة التنفيذية، والنقطة الثانية تتلخص في المسار الدستوري والتركيز على المسار الدستوري في هذه الجلسة وحتى المرحلة القادمة عبر خيارين، إما استفتاء على الدستور بشكله الحالي رغم كل الخلافات داخل هذا المشروع، أو تشكيل لجنة مختصة من قبل مجلس النواب تكون مدتها 30 يوما، تكون مهمتها الوحيدة فقط هي وضع دستور للمرحلة القادمة تجرى على أساسه الانتخابات. النقطة الثالثة تتمثل في مسار المصالحة الوطنية. النقطة الرابعة وهي المسار الأمني أو الركيزة الأمنية عبر دعم أعمال اللجنة العسكرية 5+5 وتوحيد المؤسسة العسكرية. ولكن النقطتين الأخيرتين ربما سوف تكونان شكليتان فقط بحسب مصادرنا من داخل اللجنة، وسوف يتم التركيز في الفترة القادمة على المسار التنفيذي وهو تغيير الحكومة والمسار الدستوري. نعم محمد، وسريعا، بدأ وصول المرشحين للمنصب رئاسة الحكومة الجديدة؟
من وصل حتى هذه اللحظة الآن ربا باختصار هم 4 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، المنصب من المفترض أن يكون من نصيب المنطقة الغربية. 3 شخصيات هي الأبرز أو الأكثر حظوظا لنيل هذا المنصب وصلوا إلى هذه القاعة، أبرزهم أحمد معيتيق وفتحي بشاغ الذي يحظى حتى هذه اللحظة بأكثر من 50 صوتا داخل قبة البرلمان. نعم بالتأكيد سنتابع معك كل التطورات خلال هذين اليومين. شكرا جزيلا لك من طبرق مراسل الحدث محمد مسعود، شكرا لك. عادت المخاوف لتعرف الطريق إلى الليبيين بعد قرابة 10 أشهر من الاستقرار النسبي، على خلفية بدء مجلس النواب بتفعيل عزل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة وتكليف حكومة جديدة. انصبت تساؤلات الليبيين حول كيفية التي ستتم بها إزاحة هذه الحكومة الراهنة، وما إذا كانت ستركز على خيار القوى المسلحة، وهي التخوفات التي يغذيها تجاهل دبيبة قرارات مجلس النواب واستمرار تصريحاته بعدم تسليم مهامه إلا لسلطة منتخبة. فضلاً عما يسود العاصمة طرابلس في الفترة الأخيرة من أجواء التحشيد العسكري بين الميليشيات هناك، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب لم يستبعد احتمال رفض دبيبة تسليم مهامه والاستعانة بسلاح الميليشيات الموالية له للاحتفاظ بموقعه، ولمح أيضا لإمكانية مساهمة كل من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والجيش الليبي أيضا في هذا الصدد إذا ما تطلب الأمر. تقرير لصحيفة الشرق الأوسط نقل عن خبراء قولهم أن الصراعات بين الشخصيات السياسية في ليبيا ستتجدد، وأن كل منهم سيعمل على توظيف سلاح الميليشيات لفرض نفسه قوة مؤثرة أو لحماية نفوذه ومصالحه، حيث هناك استقطاب واضح بين ميليشيات الغرب تحديدا في مدينة مصراتة ما بين لدبيبة وفتح باشاغم وزير الداخلية السابق، وهو المرشح طبعا لرئاسة أي حكومة جديدة إذا ما تم يعني البت بالأمر، وكل منهما قد يحاول استمالة عناصر الآخر عبر الوعود بالمال والمناصب. الشرق الأوسط نقلت أن هناك شخصيات في الغرب الليبي معروفة أيضا بتقاربها مع موقف رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن دعوته لتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب تقاربها مع قيادة الجيش الوطني. وفي حال وجود تحالف ميليشياوي قوي من داخل مصراتة يؤيد قرارات مجلس النواب، فقد تكون هناك فرصة فعلية لمواجهة أي تحالف ميليشياوي آخر قد يعتمد عليه لدبيبة للتحصن بموقعه.
وعلى وقع كل تلك التوترات حذرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، حذرت من عودة تنظيم داعش إلى جنوب ليبيا. وفي حوار مع صحيفة الجارديان البريطانية قالت ويليامز أن خطر داعش يزداد في حال العودة للانقسام والحرب، خاصة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة ضد الجيش، معربة عن قلقها الشديد من شبح رفع العلم الأسود في الجنوب بعد قتل العديد من جنود الجيش الوطني الليبي الأسبوع الماضي. ويليامز دعت أيضا إلى تقليص عدد أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بما في ذلك ميزانيتها قبل استبدالها بهيئة منتخبة. وحول المصالحة والانتخابات، أشارت ويليامز إلى إمكانية أن تكون الانتخابات جزءا من عملية أوسع للمصالحة الوطنية، وشددت المستشارة الأممية على ضرورة أن يشرع مجلس النواب في تحديد مواعيد واضحة للانتخابات العامة في البلاد. من تونس ينضم إلينا عز الدين عقيل الكاتب السياسي الليبي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عز الدين معنا في استوديو الحدث لليوم. سأبدأ معك من التطورات الجارية الآن، جلسة البرلمان الليبي في طبرق اليوم وغدا، برأيك كيف ستنتهي؟ هل ستنتهي بإنهاء مهام حكومة لدبيبة أم أن تسويات الساعة الأخيرة والتحذيرات الأممية والأمريكية ممكن أن تعيد الأمور إلى نصابها؟ تحياتي لك يا أستاذ ربا وكذلك لمشاهديك الكرام. الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية والإنجليز يقودان هجوما شنيعا ضد الأطراف التي تحاول الإطاحة بدبيبة. فبعد أن صرح سفير الولايات المتحدة في مجلس الأمن وهو أعلى منبر في العالم في جلسة الإحاطة بليبيا بتحذيره كل الأطراف التي تسعى للإطاحة بدبيبة، سمعنا السفير الأمريكي في حديثه الليلة الماضية للCNN وهو يحذر أيضا من خطورة المساس بدبيبة. سمعنا قبلهما السفيرة الإنجليزية وهي تقول بأن دبيبة باق. سمعنا أيضا ستيفاني ويليامز وهي تقول في القاهرة وفي موسكو بأن دبيبة باق وأن التركيز يجب أن يكون على الانتخابات لا على تغيير الحكومة. أيضا تم تصعيد كبير الآن بين ستيفاني ويليامز وبين المستشار عقيلة صالح، حيث أن ستيفاني هددته في زيارتها له في القبة من مغبة الإطاحة بدبيبة، فرد عليها عقيلة بمواصلة التحدي وعقد كل هذه الجلسات ووضع المواصفات والمعايير الخاصة برئيس الحكومة الجديد. فردت عليه ستيفاني ويليامز أيضا البارح في الجارديان بإدعائها بأن شرعية البرلمان قد انتهت، في إشارة إلى احتمال تهميش عقيلة بشكل كبير أو حتى ربما إلى إلغاء البرلمان نفسه. لا ندري فيما تفكر هذه السيدة، ولكن واضح جدا أن التدخلات الأمريكية والإنجليزية كبيرة جدا. هم يصطفون خلف إذا لم يأخذ البرلمان في طبرق هذه التحذيرات الأممية أمريكية وبريطانية ومن الأمم المتحدة بعين الاعتبار، هل هناك يعني مخاوف حقيقية من شرعية أي قرارات تخرج من البرلمان في طبرق؟ شوفي أختي ربا، ليبيا هي تحت الوصاية الدولية وهي محكومة كليا من الغرب، وكل ما يجري حتى الآن هو تقريبا بترتيبات غربية، وهؤلاء هم أصحاب اليد العليا وأصحاب القرار الأعلى. وأعتقد فعلا أن عقيلة يلعب براسه الآن عندما يحاول أن يتحدى كل هذه القوى ويحاول أن يصنع شيء مخالفا لإرادتهم، وبالتالي أعتقد أن الجائزة أو الفوز في النهاية سيكون لهم. لا أدري كيف يمكن لعقيلة أن يدير هذه المسألة أو هذه المواجهة التي دخل فيها، ولكن أعتقد أنه حتما سيكون الخاسر في النهاية، لأن هؤلاء فعلا يدوسون بجزمتهم بشكل خطير على الدولة الليبية برمتها، ولا يرون كبير فيها. هم أصحاب القرار، يسيطرون على القرار السياسي بشكل كامل، هم الذين ينصبون من يريدون ويعزلون من يريدون، خاصة أن موقف عقيلة ضعيف. من جاء بحكومة دبيبة هو برلمان ستيفاني الموازي العرفي وليس برلمان عقيلة، وهي قادرة الآن على أن تعيد هذا البرلمان، تأخذ تحت باطها من جديد، تذهب به إلى جنيف، وهناك يمكن لبرلمان ستيفاني هذا أو ما تسميه بلجنة الحوار أن يجدد شرعية دبيبة، وبالتالي يكون عقيلة صالح في موقف محرج. الحقيقة هذا الصدام الذي يحاول أن يقوده عقيلة صالح ضد هذا المجتمع الدولي وخاصة ضد الدولتين الأكثر تأثيرا في ليبيا وهما الأمريكان والإنجليز، أعتقد أنه انتحار حقيقي. طيب ما حجم المخاوف من عودة الصراعات المسلحة من بوابة سلاح الميليشيات؟ وسريعا لو سمحت لأنه انتهى الوقت.
ما تقوم به ستيفاني ويليامز من 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 فوضى في ليبيا وما يصنعه الإنجليز والأمريكان من تدخلات سافرة كبيرة وخطيرة تقوض المشهد السياسي برمته، هذا سيفتح الباب أمام العودة للمربع الأول وأمام عودة داعش وأمام عودة كل الأخطار. المجتمع الدولي وتحديدا الدول الغربية يلعبون الآن دورا في غاية الخطورة، وأعتقد أنه فعلا سيقوض كل شيء في ليبيا وسيردها إلى العنف من جديد. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات من تونس، كنت معنا عز الدين عقيل الكاتب السياسي الليبي، شكرا لك. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا بعد الفاصل، الصدر يستقبل الحلبوسي ورئيس كردستان لبحث تشكيل الحكومة العراقية، يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. من جديد إلى العراق، تحركات سياسية متلاحقة. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل وفدا يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس أقليم كردستان نجرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في محافظة النجف، وذلك لإجراء مباحثات قال الحلبوسي إنها تتعلق بحكومة وطنية خالصة. الحلبوسي في هذه الأثناء كتب على تويتر أن زمن التدخلات الخارجية بتشكيل الحكومات العراقية ولا، مرددا جملة الصدر الأثيرة وهي حكومة عراقية وطنية خالصة لا شرقية ولا غربية. ولكن صفحة التدخلات التي طواها الحلبوسي فتحها مرشد إيران علي خامنئي، الذي أفادت مصادر الحدث بأن مبعوثه أوصل رسالة للأكراد بأن التحالف مع الصدر دون الإطار التنسيقي هو تهديد لأمن إيران. وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني طرح مبادرة سياسية تتضمن اللقاء الذي حصل بالفعل بين نجرفان بارزاني رئيس الأقليم والحلبوسي بزيارة الصدر. يذكر أن رسالة خامنئي هي محاولة جديدة من طهران لتثبيت الكتل الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي كتل موالية لإيران. من بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث منتظر رشيد. منتظر، أهلا بك، لو تطلعنا على آخر التطورات والاتصالات واللقاءات التي يعقدها أو تعقدها المكونات السياسية العراقية. يبدو أن الوفد الذي زار الصدر اليوم في النجف وفد كان مهما جدا، نجرفان بارزاني رئيس الإقليم، الحلبوسي، الخنجر،
زارا الصدر وهم يحملون على ما يبدو مبادرة لحل الانسداد السياسي. نتحدث هنا عن الانسداد طبعا داخل البيت السياسي الشيعي، والذي انعكس أيضا على الانسداد حول الاستحقاقات الأخرى، رئاسة الجمهورية، من سيكون رئيس الجمهورية، من سيكون هل معروف مضمون هذه المبادرة التي حملها الوفد للصدر؟ هذه الحكومة الجديدة يبدو أن حلفاء الصدر في التحالف الثلاثي مصرين على ما يبدو، وهنا السنة والأكراد طبعا بمبادرة من بارزاني، مصرين على أن يتراجع الصدر قليلا عن خطواته فيما يتعلق باستبعاد المالكي من أي تشكيلة حكومية أو أن يكون له أي منصب مقبل، سواء كان نائبا لرئيس الجمهورية كما تتحدث التسريبات، إضافة إلى منصب آخر قد يحصل عليه هادي العامري، ربما هذا المنصب له علاقة بأن يكون نائبا لرئيس الوزراء. بالتالي هناك تسوية ما حملها هذا الوفد إلى الصدر، وينتظر الجميع موافقة الصدر على هذه التسوية كي تمضي القوى السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة والانتهاء من الاستحقاقات، منها طبعا اختيار رئيس الجمهورية إضافة إلى رئيس الوزراء، ومن ثم تشكيل هذه الحكومة المرتقبة. المبادرة حقيقية، ينتظر الجميع الآن رد الصدر على هذه المبادرة. هناك من يتحدث عن أن الصدر ربما سيوافق على هذه المبادرة لأنها جاءت من مسعود بارزاني، واحد من أهم الشخصيات في العملية السياسية العراقية وليس في كردستان فحسب. طيب، منتظر أيضا بانتظار رد الصدر على هذه المبادرة التي تحمل هذه الأطراف له. ما هي الأنباء وآخر المستجدات من داخل البرلمان اليوم فيما يتعلق بموضوع انتخاب الرئيس؟ بالنسبة للبرلمان اليوم على ما يبدو وافق على الأسماء التي ترشحت لمنصب رئيس الجمهورية، وهي 26 اسما. من أبرز هذه الأسماء رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، إضافة إلى وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري. أيضا هيئة المساءلة والعدالة أعلنت أنها دققت كل هذه الأسماء ولم تجد أي شائبة عليها. بالتالي نحن أمام 6 أيام، في 7 من الشهر المقبل ستعقد جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، لكن هذه الأيام ستشهد مباحثات واتصالات ومشاورات مكوكية بين الأطراف السياسية للوصول إلى تسوية ما حول رئيس الجمهورية المقبل. نعم، وبالتأكيد نتابع كل التطورات. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل الحدث منتظر رشيد. المزيد من التفاصيل أيضا مع زميلة هدير الربيعي. تفضلي هدير، معك أكيد المزيد من التفاصيل في الملف العراقي. نعم ربا، إذن بعد انتهاء الاجتماع بين الصدر ونجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، أيضا أطلق الصدر تغريدة موجهة إلى الإطار التنسيقي، أي ما معناها اعتبر رد، داعيا لوقف الإرهاب ضد الشعب والشركاء، مؤكدا على حكومة الأغلبية الوطنية، مع ترحيبه بالحوار مع المعارضة، وكأنه يدعوهم إلى الذهاب إلى ما يهددون به، أي المعارضة النيابية أو الحكومية. قائد فيلق القدس، من خلال كل هذا، قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني الذي غادر العراق فشل في محاولات جمع الأطراف الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. قاآني الذي زار أربيل نقل لمسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رسالة تحذيرية من خامنئي وفق مصادر الحدث، يحذر فيها من مغبة استبعاد الإطار التنسيقي من التحالفات. مصادر سياسية أشارت إلى أن قاآني اقترح قبول مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية مقابل إقناع الصدر بقبول الإطار التنسيقي بشكل موحد من دون استثناء. ثانيا، إذا قرر الديمقراطي، وهي شروط قاآني، على البقاء مع التحالف الثلاثي، عليه سحب هوشيار زيباري مرشحه إلى رئاسة الجمهورية. إذن بارزاني أكد بالمقابل التمسك بالتحالف، بالبقاء مع التحالف الثلاثي، طارحا مبادرة لفتح حوار بين الأطراف الشيعية. أما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ف
فقد استبق اجتماعه مع الصدر والديمقراطي في النجف بالقول أن زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية قد ولى ومن خلال جولات إسماعيل قاآني الذي اجتمع سابقا بالصدر ثم الإطار التنسيقي، فقد حث الإطار على التماسك والتفاوض بشكل موحد وطالب بتشكيل جبهة موحدة، أي طالب الإطار التنسيقي، تعمل عسكريا وسياسيا ضد التحالف الثلاثي أي التصعيد كما دار في الأيام الأخيرة السابقة. وبالرغم من التصعيد الميداني يبدو أن قاآني أيقن بأن الصدر متمسك بحكومة الأغلبية، وفشل الميليشيات المتهمة حتى الآن بالتصعيد الأمني من الضغط على الصدر للتراجع عن موقفه أولاً، وفشلهم أيضا باستفزازه ليحرك سرايا السلام وهو معروف الجناح المسلح للتيار الصدري ليجر العراق إلى صدام شيعي شيعي، هذا فشل على ما يبدو حتى الآن. فما كان من قاآني إلا التوجه إلى الديمقراطي الكردستاني في آخر محاولة لتوحيد البيت الشيعي، وهذا يضع الجميع أمام تساؤلات من خلال فشل قاآني في جولاته الثلاثة في العراق. هل بدأت إيران فعلا تفقد سيطرتها على العراق كما في زمن قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق بتشكيل الحكومات والإملاء على وفرض رأيها على الحكومات العراقية والسياسيين؟ كان قاسم سليماني يشكل حكومة عراقية عبر رسالة نصية عبر هاتفه الخاص، وهذا معروف في العراق ربا. نعم، شكرا لك هدير على كل هذه المعلومات. ما تروج له الكتل الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق نفاه قاض سابق في هيئة النزاهة، فقد دحض القاضي رحيم العكيلي ضرورة حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم وجود مبرر دستوري أو نص دستوري يدعم ذلك وفق تعبيره. وأكد العكيلي أن نصاب الانعقاد حددته المادة 59 من الدستور بالأغلبية المطلقة أي 165 نائبا، وأضاف أيضا أن نصاب الثلثين في انتخاب الرئيس هي نتيجة محتملة للعملية الانتخابية وليس شرطا إجرائيا إلزاميا أو متطلبا مسبقا بحسب تعبيره، وعلل ذلك بورود جولة تصويتية ثانية في الدستور في حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، ولفت إلى أن وضع بديلا يعني أنها نتيجة محتملة للانتخابات وليس مطلبا إجرائيا إلزاميا. وشدد العكيلي على أن التذرع بوجوب الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس هدفه تمكين الأقلية السياسية في مجلس النواب من تعطيل انعقاد الجلسة عبر كسر النصاب. للحديث عن هذه التطورات من أربيل ينضم إلينا القانوني عبد الستار رمضان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الستار معنا في استوديو الحدث لليوم. قانونيا ودستوريا، هل يستطيع الإطار التنسيقي كسر نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بهدف يعني ضمان عدم العبور للمرحلة الثانية لتشكيل الحكومة العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مساء الخير لك ولأسرة مشاهدي القناة. ابتداء بعيدا عن أي تسميات أو أوصاف، نحن نقول أن الدستور واضح في هذه المسألة من خلال نص المادة 72، ثانيا بالنص ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية بثلثي عدد أعضائه.
هذا الأمر تم تفصيله بشكل أكثر من خلال قانون رقم 8 لسنة 2012 في المادة 7 وفي المادة 9، عندما نص بصريح العبارة على أن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب. هذا النص الصريح، وكما يقال أن لا اجتهاد في موضع النص، يوضح المأزق أو المعضلة الموجودة في الدستور العراقي، حيث أن هذا الدستور فيه نوعان من الأغلبية أو نوعين من التصويت. فهناك تصويت على القوانين الاعتيادية والتي تتطلب الأغلبية المطلقة بحضور 165 نائبا، أي نصف زائد واحد. لكن هناك بعض القوانين التي نص الدستور عليها على وجوب حضور أغلبية الثلثين، ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 عضوا، وهي في المادة 65 عندما تحدث عن مجلس الاتحاد، وهو مجلس تشريعي أو الغرفة الثانية في السلطة التشريعية، ينتخب ويقر قانونه من خلال ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وهناك قانون مثلا، وهذا ما ينطبق على انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما ينطبق على انتخاب رئيس الجمهورية. أنا أتكلم هنا من الجانب الدستوري والجانب القانوني فقط، ولا أدخل أي مسمى أو توصيف لأي كتلة أو غير ذلك من التوصيفات. أما ما يقوله ما يعرض من آراء وأفكار، فرأي خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ. في كل الأحوال يبقى قرار المحكمة الاتحادية حسب اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 93، وهي تفسير مواد الدستور، هي الجهة المختصة دستورا وقانونا بالفصل فيما لو تم السؤال الاستفسار منها أو أقامت. ما هي احتمالية طرق باب المحكمة الاتحادية مجددا في هذا الشأن أستاذ عبد الستار؟ يعني قبل أن ندخل إلى هذا الباب، يجب أن نوضح للمشاهد الكريم أنه اليوم إذا ما تم إعلان أسماء المرشحين، هناك 3 أيام لكي يعترض عليها من لم يظهر اسمه في أسماء المرشحين. وبالمقابل هناك أيضا اعتراض أو حق لمن يعترض على الأسماء التي تم الإعلان عنها. هذا الاعتراض 3 أيام، ويكون للمحكمة الاتحادية أيضا 3 أيام لكي تبد في الاعتراضات المقدمة لها. أي أننا أمام 6 أيام حاسمة أو 6 أيام ربما سوف يكون لها دور كبير في تحديد شخصية رئيس الجمهورية القادم. وفي اليوم السابع عندما تعقد جلسة مجلس النواب الثانية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، أعتقد أن الجلسة يمكن أن تعقد بالأغلبية المطلقة، أي بحضور 165 نائبا، لكي تكون الجلسة قانونيا من حيث الانعقاد. هناك فرق سيدتي الكريمة، أنه عندما تقولين أن هذا العقد هو صحيح من حيث الانعقاد، لكن من حيث الآثار والنتائج التي تترتب على العقد، هذا في مجال العقود، أي نقول أن جلسة مجلس النواب تعقد بحضور 165 نائبا، لكن من حيث عندما يطرح منهاج هذه الجلسة وهو مهمة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية، فإن مهمة المجلس سوف يجب أن يكون تطبيق لنص المادة 72 من الدستور، نص المادة 7، نص المادة 9 من قانون رقم 8 في انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتالي نحن نحتاج إلى 220 عضوا لكي تتم الجولة الأولى من الاقتراع على رئيس الجمهورية. وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. من أربيل كنت معنا القانونية عبد الستار رمضان، شكرا لك. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال قيادي في تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال البلاد. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن الإطاحة بالقيادية الإدارية لما يسمى كتيبة عمر بن الخطاب الداعشية وأحد معاونيه جاءت من خلال تكثيف الجهد الاستخباراتي ومقاطعة المعلومات. إلى آخر تطورات كورونا ومتحوره أوميكرون، فقد حذر باحث في قسم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة أوريغون الأمريكية، حذر من تجاهل تلقي التطعيم سياقا وراء الأعراض الخفيفة التي تبدو على المصابين.
الباحث بالميسر أوضح للشرق الأوسط أن تطور الفيروس المستمر هدفه البقاء على قيد الحياة، وأن أفضل طريقة للحد من تطوره الإضافي والتأثيرات النهائية غير المتوقعة لتطوره المستمر هي تقليل أعداد الأشخاص الذين يمكن أن يصيبهم، أو تقليل مقدار الوقت الذي يمكن أن يظل الفيروس فيه على قيد الحياة عند المصابين به. وبالتالي فإن اللقاح هو الأداة الأفضل الآن للقضاء على كورونا ومتحوراته. للحديث عن هذا الموضوع من لندن ينضم إلينا الدكتور عبد الكريم قزيز المختص في علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا في استوديو الحدث لليوم. بداية نعرف منك ونفهم أكثر عن حجم الارتباط بين أعراض أوميكرون الخفيفة والأشخاص الذين تلقوا اللقاح. نعم، أسعد الله صباحكم. يعني منذ ظهور هذا المتحور أوميكرون أشيع وعرفنا أنه خفيف الأعراض، ولكن في الحقيقة أن خفة الأعراض هذه قد تكون بشكل جزئي مردها إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الآن هم ملقحون، وبالتالي اللقاح ساهم بإضعاف حدة الأعراض التي يتمتع بها هذا المتحور. التالي اللقاح يعني حتى لو ضعفت فعاليته من ناحية الحماية من الإصابة بشكل مطلق، فإنه ما زال فعالا بالحماية من الأعراض الشديدة ومن الدخول إلى المشفى. الآن كل الاختلاطات التي نراها في غرف العناية المشددة وفي المشافي هم لأشخاص غير ملقحين. نادرا ما يكون الشخص الملقح عرضة لاختلاطات تذهب به إلى المشفى. نعم، ولكن دكتور يعني بالأعراض الخفيفة جدا التي ظهرت على مصابين أوميكرون وبإحصائيات يعني كانت شبه رسمية، يرى البعض بأنه إذا كان غير ملقح لماذا أخذ اللقاح إذا كانت المتحورات الجديدة بهذه الخفة، يعني مثل الفلو أو الرشح العادي؟ هل هذه النظرية هي صحيحة أم أنه لا، خفة الأعراض هي مرتبطة بموضوع اللقاح؟ في فائدتين للقاح. الفائدة الأولى أنه نعم تحميك من الذهاب إلى المشفى وتحميك من الأعراض الشديدة، ولكن هناك فائدة أخرى ضرورية هي تقصير مدة الإصابة وبالتالي تقليل احتمالية حدوث طفرات. يعني إذا الفيروس دخل جسمك وأنت شخص غير ملقح، فمن الممكن لهذا الفيروس أن يبقى فترة طويلة حتى لو كانت الأعراض خفيفة، وبالتالي احتمالية أول شيء ظهور اختلاطات أكثر، ثانيا احتمالية ظهور طفرات، هذا الأمر ممكن يكون أكبر. ولذلك حتى لو كانت الأعراض خفيفة نرجو أن كل الأشخاص تأخذ اللقاح، لأن اللقاح سيساهم بتقليل فترة بقاء الفيروس داخل الجسم، وبالتالي احتمالية حدوث طفرات جديدة راح تكون أخف. ولذلك اللقاح بغض النظر عن الأعراض الخفيفة هو ضروري أيضا للسيطرة. هناك الآن فرصة أمامنا للسيطرة أكثر على هذه الجائحة من خلال تقليل مدة بقاء الفيروس في أجسام الأشخاص. نعم، من خلال اللقاحات. طيب، هل تحمي المناعة المكتسبة من الإصابة بمتحور أوميكرون على وجه التحديد بالإضافة طبعا للقاحات تحمينا من السلالات والمتحورات الجديدة؟ يعني نحن اليوم أيضا أمام متحور جديد عن أوميكرون. الآن يعني هذا المتحور الجديد عن أوميكرون، لنكون واضحين، هو مجرد سلالة فرعية البي أي 2. اللي هي أوميكرون له ثلاث سلالات فرعية، واحد منها الآن بي أي 2 اللي عم تسمى السلالة الخفية من أوميكرون، عم تنتشر بشكل أكبر. الإصابة بأوميكرون سواء الإصابة الطبيعية أو إذا أخذت الجرعة الثالثة من اللقاحات هي كافية للحماية حتى من البي أي 2 اللي هي السلالة الخفية من أوميكرون. وبالتالي مرة جديدة بنقول اللقاحات هي السلاح الأنجع للسيطرة على الجائحة، سواء من ناحية حمايتك من المشفى وسواء من ناحية السيطرة. نعم، على المتحورات. نعم، التي ممكن تظهر خلال أيام قليلة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات من لندن. كنت معنا الدكتور عبد الكريم قزيز المختص في علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج. شكرا لك. إلى هنا ينتهي استوديو الحدث، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. ودي موجود ما يدري حتى هسي نموت ما يدري يوم
الحكومة المنتخبة هي من سوف يتجه إليها الشعب، وأما أن يدعمها أو يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح. هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن توافق متأخر جدا، هل يمكن أن نقول لكل إقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل مخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في ليبيا. كل الحلول السابقة ساهمت في مزيد من التشظي والانقسام. هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت. هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا. إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. استخدم طيلة فترة انتظارنا إدريس محمد بدر. السادة النواب، هذا العمل يمس الأمن القومي ووحدة البلاد، كما أن حكومة تصريف الأعمال يعرف الجميع أن ما لها أن تقوم إلا بتصريف الأعمال العادية اليومية وليس لها تحمل أي التزامات أو إصدار أي قرارات، فهي كالشخص الطبيعي الذي تعرض لعارض من عوارض الأهلية يقوم ببعض الأعمال وليس له القيام ببعضها. أليس هذا يعتبر جريمة تشكل تقييد حرية الأشخاص من التنقل، بل منع النواب الشعب من الحضور إلى طبرق؟ نطلب من النائب العام ورسائل الأجهزة الرقابية بأخذ العلم والتحقيق في هذه الواقعة. الموضوع الثاني الآن لمعروض سيعرض غدا بعد ما يقدم السيد المقرر، إسقاط قضية النواب الذين تم تعيينهم في سفارات أو مؤسسات أو مصارف أو شركات عامة، وكذلك المقاطعين الذين أدوا اليمين ثم قاطعوا المجلس لمخالفتهم للقوانين والإخلال بواجباتهم. سيد المقرر تقديم قائمة بأسماء هؤلاء النواب يوم الغد بجلسة المجلس، وعلى السيد المقرر وإدارته استلام ملفات المترشحين لرئاسة الوزارة، التأكد من توفر الشروط المطلوبة قبل استلام أي ملف، وإبلاغ لجنة خارطة الطريق للتواصل مع مجلس الدولة وبكتاب رسمي للرد بأسرع وقت. وبجلسة القادمة سينظر مجلس النواب في ترشيح رئيس الوزراء. شكرا. تفضل سيد المقرر. نحن إذا كان في بعض الملاحظات، لكن نحن عندنا قوانين أيضا معروضة على السادة النواب سيتم أيضا دراستها على. تفضل سيد المقرر. لحظة يا سادة، تفضل السيد النائب الثاني الدكتور حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. السادة النواب الأفاضل، طبعا نشيد بجهود القوات المسلحة العربية الليبية
والقوات المساندة في مكافحة الإرهاب وما حدث بجنوب القطرون في القضاء على خلايا داعش الإرهابية والتي راح ضحيتها 4 شهداء، نسأل الله أن يتقبلهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينصر جنودنا البواسل الذين يجوبون الصحراء حماية لهذا الوطن المنفتح والمفتوح على كل الجهات. وما هو مطلوب منا فقط أن ندعم هؤلاء الرجال الذين ضحوا بأنفسهم لينعم هذا البلد بالأمن والأمان والاستقرار، فما علينا إلا أن نشيد بكل الجهود الرامية في مكافحة الإرهاب واستئصال هذا السرطان المنتشر في الصحاري المفتوحة من الجنوب الليبي. نسأل الله لهم النصر والسداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسيادة النائب الثاني. السيد رئيس لجنة خط الطريق السيد الدكتور نصر الدين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة رئاسة مجلس النواب، الأخوة النواب الكرام، في ظل حالة الانسداد التي واجهت العملية السياسية في ليبيا نتيجة لعدم تمكن المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر في 24 ديسمبر 2021، بسبب عدة عوامل شكلت في مجملها قوة قاهرة في مواجهة المفوضية حسب ما أعلنته، لذا قام مجلس النواب بحكم مسؤوليته الدستورية والوطنية وبموجب قراره رقم 13 لسنة 2021 وتعديلاته بتشكيل لجنة أوكل إليها مهمة رسم خارطة الطريق.